ممكن نعلي الصوت شويه. اتمنى ان يكون الدار مستقبل يعني فيكم وشباب عطوكم بقى المكان وحش اساسي ما بتمناش الفخامه في الارض مكان جميل لكن المكان نفسه بقى حر يعني الفخامه زي دي حاجه ظريفه جدا في جمله كده ظريفه بيقول ان في اثنين كتاب كبار لما حد يخش المكان بيختار مكان قليل فيه يقعد فيه والتاني اعداده وطبعا مفيش حد تقريبا مننا المثقفين المحترمين والمثقفين الشباب والكتاب الكبار ما كانش له واقعة أو حاجة أو فكرة أو تأثر طبعا هو ذات فن البورتريت هو أحد يعني سلفه الطبيعي لكتاب البورتريت في مصر الفريق عبد الحميد المشري وجماعة فريق البزمي وهكذا كانوا الكبار والبورتريت ده ما هوش فن افتقار هو فن مهروس ويحتاج الى قدر كبير جدا من الحصافه ومن الاستعداد الشخصي لذلك هو في حوار قبل ما نتكلم بس نعمل قبل ما نتكلم عن الكتاب الجديد هو كان له حوار في الثقافه الجديده سنه 2009 فبيتكلم على الفرق ما بين الاجيال جيله هو وبيقول ان احنا كان الكاتب يكتب الكتاب وبعد 10 سنين ممكن لان الكاتب يتكون عبر ثلاث حاجات في مرحله التكوين وفي مرحله النشر ثم المرحله الثالثه هي مرحله الانتشار وتعرف القرض الجزئي وكان بيقول يعني كاتب الروايات انه لازم يمر في المراحل دي بكافه تفصيل بالفعل نجمع ابان خالد شلبي